صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه نائب جلاله الملك ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم 47 لسنه 2022 بتعيين رئيس لمجلس اداره الهيئه الوطنيه لعلوم الفضاء جاء فيه يعين السيد محمد بن ثامر الكعبي رئيسا لمجلس اداره الهيئه الوطنيه لعلوم الفضاء خلفا للمهندس كمال بن احمد محمد وتكون مده عضويته مكمله لمده سلفه.